محقق مشهور وفوتوجينيك، حاجة كده شيك، وبيتمتع بالذكاء والدهاء، إلا أنه هو محاط بمجموعة من الأغبياء. قدر يحل 26 قضية صعبة جدا في وقت قصير، وبدل ما الشرطة بتكافئه دايما كده كاسرين نفسه وبيحولوا للتحقيق، لأنه عنده القدرة لو لمس أي شخص يعرف ماضي الأسود بذكرياته بجرائمه الهباب، فالبطل ما بيقدرش يمسك نفسه كده على طول، لا بيتعصب ويقوم طحنه ضرب قبل ما يسلمه للبوليس، فعشان كده بيتوقف. ذات نهار والبطل موقوف واحتمال كبير قوي ينفصل، جات له واحدة بتترجاه ان هو يلاقي بنتها اللي اتخطفت، فهيساعدها بشكل سري عشان عارف ان الشرطة مستحلفاله. والمسؤولة الاساسية عن قضية الخطف دي هي المحققة البطلة، وفي حين ان هما الاتنين بيحققوا بشكل منفصل، اكتشفوا ان دي مش قضية قتل عادية، لأ دي جرائم قتل متسلسلة، المجرم بمطرقة في ايده بيخطف البنات ويقتلهم كل يوم تلات. هو شخص معتوه، مش بيقتل كده وخلاص، لأ الموت عنده ليه طقوس لازم تحترم، بيدي للبنات دروس يمتحنهم فيها، واللي يسقط بيتنفخ. وبعد مرمطة كبيرة الأبطال عرفوا مكان المجرم فين، واتقابلوا هما الاتنين صدفة في بيته وجايين يمسكوه، خلاص أما انتحر يلا وفر. بس القضية ما وقفتش على كده، لأن الشخص اللي انتحر ده مش هو المسؤول، أما التاني شخص مشهور، رجل دين كبير وفوق القانون وذكي جدا، حتى الأبطال مش عارفين يمسكوا عليه حاجة مع أنهم متأكدين أنه هو القاتل. قعدوا يجمعوا أدلة وهيقفشوا، أهو لقوا اتقتل، يلا ريح. والحلو أنه هو اتقتل قدام مجموعة من الناس، واحد جاب مطرقة وتركوا طرقات أودت بحياته، بس المشكلة ان محدش من الناس دي فاكر ايه اللي حصل بالظبط. جابوا البطل يقرأ ذكرياتهم، فلاحظ ان لحظة موته بس هي اللي ممسوحة من ذكرياتهم، معنى كده ان في حد عنده قوة خارقة بيعمل كده، وسموه الممحاة. هوب حصلت جرائم قتل تانية، والبطل والبطلة اكتشفوا ان الممحاة ده بيخلص عن الناس اللي ليهم سوابق في الاجرام والقانون ما تلهمش، فتعاونوا مع بعض ان هم يمسكوه، واكتشفوا ان جرائم القتل اللي بتحصل دي ماشية مع نمط جرائم حصلت من 20 سنة ورجعت تاني. ومن ضمن اللي حصل زمان ان ابو البطلة اتقتل قدام عينيها وهي صغيرة. والغريب ان في صحفي جه موقع الجريمة ويصور قبل ما حد يبلغ الشرطة اساسا، فعرف منين؟ فالبطل جرب ان هو يقرأ ذكرياتها، واكتشف ان مع الصحفي ده مصور كان مسافر من 20 سنة ولسه راجع كوريا دلوقتي، فمعنى كده ان هو احتمال كبير يكون المجرم الرئيسي، وسموه الجلاد. من الاخر كده الجلاد ده شخص منحوس وملبوس وفيه كده عفاريت بتلعب جواه، وهيدوخ الشرطة دي كلها وراه. يعني مثلا على اساس ان هو بيقرا الطالع قال لهم ان في جريمه قتل هتحصل بالليل، بقى وروني هتعملوا ايه يا انجب خلق الله، فيبعتوا الشرطه تراقبه طول النهار ولا يمسكوا عليه حاجه والجريمه تحصل فعلا، وبعديها على طول يتقتل الصحفي، فهيشكوا في الجلاد اكتر وهيروحوا يقبضوا عليه. والجلاد بمنتهى البرود بص للبطله وقال لها في وشها ابوك بصراحه نصاب وضحك على ناس كتيره وبسببه انتحروا، وانا انتقمت منه ويستاهل. مش بس كده، عمل تصرفات مريبة وجنن البوليس تاني، وكان هيهرب ويسافر بره، بس البطل لحقه على اخر لحظة. وبعد عركة كبيرة وهما الاتنين اتصابوا اصابات مبرحة، البطل في الوقت ده قرا ذكرياته واكتشف ان هو مش الممحاة اصلا، وعمل ده كله عايز يهرب اسرته عشان ينقذها من القاتل الرئيسي. واتضح في التحقيق ان هو ما بيطقش الممحاة دوت عشان بيستغله في جرائم قتل ويمسح ذاكرته، وهو ما يعرفش عن شكله اي حاجة خالص، لكن مربي للرعب والرهبة في حياته. الشرطة حطت الجلاد تحت حماية مشددة جدا عشان توقعوا ان الممحاة هيجي يخلص عليه، ولو شفتوا بقى الخطط والفخاخ اللي عملوها عشان يوقعوا بالممحاة
حاجة بجد عالمية، بس الاي كيو بتاع المجرم اعلى منهم شوية. دخل وسطهم كان هيقتل البطلة، بس الجلاد انقذها فتقتل والمجرم هرب. بعدين خطة الممحاة اتغيرت، بقى يقتل البريء عشان يعاقب المذنب. ففي دكتورة وظابط اتسطروا على جريمة زمان، فالممحاة ولع في ابن الظابط وكان هيخنق زوج الدكتورة، إلا أن البطل كتر خيره أنقذوه على آخر لحظة. وهم بقى بيحققوا في الموضوع أكتر، لقوا أدلة تدين رئيسهم في الشغل، فالبطل مقدرش يمسك أعصابه أم ضربه، والبطلة مهما تحوش يقوم بطحها على الأرض وقرت ذكرياته بالعافية. المصيبة أن البطل لقى نفسه فيها في حادثة مريبة حصلت زمان، كان في ناس بتقتل بعضها وبتموت، والظابط بيقوله انت السبب، انت كنت لعنة وانت صغير، اللي هو انا جاي اقبض عليك واشوف المجرم الحقيقي، تقوم طلعنا انا القاتل ينتقم منك يا بعيد. وعشان رئيسهم في الشغل نيته صودة كده من جوه وشكله عمل عملة مهببة زمان، ابنه تعرض لمحاولة قتل على الرغم الحراسة الشديدة اللي هو حاططها على اسرته. اتخطفت مرات عضو في مجلس الشعب، وليه ام حيزبونة كده تقريبا هي قص الفساد. يعني لما البطل والبطلة راحوا يحققوا في الموضوع معاها، قالت لهم مش مهم مرات ابني ترجع تتقتل في ده، هي مش مشكلة اجوزه غيرها، اهم حاجة احافظ على سمعة ابني وبرستيجه في المجتمع. بس بقى البطل فضحهم فضيحة بجلاجل وخلى سمعتهم في الطين، بعد ما قرأ ذكريات ابنها وعرف الكارثة اللي هو عملها من 20 سنة. في مرة كان في بنت جميلة ماشية في حالها، طلع عليها رئيس مجلس الشعب دوت وشوية ذئاب بشرية من صحابه، وخطفوها وعملوا معاها كل أنواع البشاعة اللي ممكن تتخيلوها أو ما تتخيلهاش، ولما جه حد ينقذها قاموا قتلينه. والجريمة دي تسطر عليها رئيسهم في الشغل، والضابط اللي ابنه اتقتل، والدكتورة بتاعة التشريح اللي كتبت ان الشخص اللي اتقتل ده انه مات منتحر. طبعا ده كله بتحريض من الولاية الحيزبونة مامة عضو مجلس الشعب. البطل افتكر ان ابو البنت اللي تهجموا عليها الذئاب البشرية دول هو اللي بيقتلهم واحد واحد، بس برضو ما طلعش هو الممحاة. طب اسلم نفسي انا دلوقتي واريحهم ولا اعمل ايه بالظبط؟ المهم ان الممحاة شكل الشرطة صعبت عليه جدا، فبعت للبطل عشان ينجز الموضوع جواب، قال له مش عايز تشوفني يا ابني، تعالي لي المكان الفلاني، ما تبهدلش نفسك كده. البطل راح ولقى الممحاة فعلا مستنيه هناك، لأ وقلع القناع بسرعة من غير معركة ولا أي حاجة، بس المفاجأة إن الممحاة طلعت أخته، بس هو فاقد ذاكرة طفولته، وقالت له أنا هعرفك الحقيقة كلها. البنت اللي اتخطفت واتبهدلت زمان صاحبتها الأنتين، بس ما قدرتش تكمل حياتها بعد اللي حصل لها وانتحرت، وسابت لأخت البطل تسجيل في كل حاجة حصلت بأسامي الناس اللي في الشرطة اللي هددوها إن هي ما تفتحش بقها في القضية. وبسبب التسجيل ده حد دخل شقة البطل وقتل مامته قدام عينيه. البطل وهو صغير طلع يجري على أخته عشان يقول لها اللي حصل، ساعتها هي بقى كانت بتنتقم من الشباب الذئاب اللي دمروا صاحبتها، عرفت تخليهم يخلصوا على بعض إلا عضو مجلس الشعب عشان مامته كانت هربته برا البلد. ومن الصدمة البطل مسح ذاكرة نفسه لأن هو كمان عنده القدرة دي، بس ما كانش يعرف. عمتنا البطل قاعد يقول لها اللي انت بتعمليه دوت، انت بقيتي مجرمة زيهم، المفروض تاخدي كل حاجة بالقانون، قتل قانون ايه وبقانون، ما انت محققة وعملت ايه في حياتك، انا عرفت اطبق العدالة على طريقتي الخاصة مش زيكو. فجأة المحققة دخلت وأصابتها قبل ما تنتحر، ومن ذاكرة أخته عرف يجيب أدلة ويسجن الحيزبونة وابنها اللي انتحر في السجن بعد كده. وللمعلومات الحيزبونة دي قتلت مامة الجلاد وهو صغير وحطته في مصحة نفسية 15 سنة، بس هو مرضاش يقتلها عشان الجن اللي عليه قاله إن هي هتموت موتة بشعة، لكنها هي اتسجنت عادي وهو اللي اتقتل.
وفي النهاية البطلة استقالت من الشغل وفتحت مكتب محاماة لوحدها، وبعدين سلمت على البطل وكله بقى واحد هيشوف حاله، وده كان أكتر مشهد عاطفي في المسلسل كله. والبطل بقى نجمه لامع ومشهور أكتر من الأول. بس لسه ما تخلصت من عدته إن هو أول ما يقرأ ذكريات أي شخص لازم يقوم بطحه. القناة دي بتحط فيديوهات متنوعة ما بين ترجمة الأغاني أو نصائح لتغيير الحياة، وكمان هتحط حاجات عن المسلسلات الكورية والصينية. القناة دي بتعمل روايات وفيديوهات ممتعة بالنسبة للكي بوب. اللي بيحب حالات الواتساب القناتين دول بينزلوا فيديوهات عنها. القناة دي بتعمل أغاني مميزة على انمي هي عاملاه. أما عن أسامي بانزي الجميل اللي قال لي أقول أسامي: سلمى معتصم، نور برو، سلمى شريف، نورهان لونا، بسملة، رفايدة، مريم، وياسمين. أما عن الرسائل فرانة بتقول لمامتها: أنا بحبك قوي وبشكرك على كل مجهود عملتيه عشاني وعشان إخواتي، ربنا يحميك يحفظك لينا يا رب ويبارك لك على تعبك ليا وأنا وإخواتي، ويا رب أقدر أعوضك عن كل ده. ورفايدة بتقول لصاحبتها نجوى: أنا بحبك كتير ومش هقدر أتخلى عنك عشان أنت راجعة مصر وهتسيبي عمان وانت صاحبتي الوحيدة. وبيان أبو بكر كانت بتهنئ صاحبتها صوفيا من الجزائر على يوم 16/5 وبتقول لها: كل سنة وانت طيبة يا بندورتي. وشروق بتقول لأختها من نطلة: كل سنة وانت طيبة وبحبك قوي. كانت معكم لبنى ماجد ودينا عويدة من قناة كوريا أنيون.